تعالى بروح لأهم جزء في حياتك وانت في المعهد. اوكي. اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه داليا مصطفى. اوكي طبعا. طبعا ده من قبل المعهد. تقدر تقول غير كده؟ ما ينفعش. لا طبعا طبعا. ده من قبل المدرسة، انا سامع انت كنت بتشوفها زمان في المدرسة. ايوه ايوه. واول لقاء بينا كان غريب. اول لقاء بينا ما كانش في المعهد. كان في المدرسة. انا لما منال عرفت ان انا ما بروحش، ودوني مدرسة كده في الهرم، في اخر الهرم كده. فايه فكان حسن مصطفى اللي هو اخو داليا ستايلست معروف دلوقتي، فكان زميلي في المدرسه، فهو باباها وهي كانوا جايين له، فهي كانت واقفه بعيد كده، فبصيت لها من بعيد كده وهي بصت لي وبس. وانت مش عارف ان انا مش عارف مين دي خالص. فهي راحت قالت له في ولد عندكم مش عارف ايه لابس، قال لها شريف سلامه على طول كده. فقالت له ايه ده؟ قال لها وبتاع وكده، مش داعي للتفاصيل. فدخلنا المعهد بعد كده، فهي واحنا في الورشه قالت لي انا اخت حسن. قلت لها اوكي اهلا وسهلا وكده. وكنت فاكرها لما شفتها اول مره ولا لا؟ ما كنتش اعرف يعني. لما قالت لك ما افتكرتش ان هي دي اللي كانت في المدرسه؟ لا ما ربطتش يعني. ما ربطتش بس بعد فتره ربطت. قلت لها وانت جيتي المدرسه لحسن؟ قالت لي ايوه. ففهمت، ومن هنا بدا الكونتاكت كمان، لان احنا بقينا اصحاب سنين طويله ومش حاسين بحاجه يعني. مفيش بينا حاجه. اصحاب فتره كبيره. اصحاب فتره كبيره جدا، لحد ما حسينا ان احنا ايه ده، احنا بنحب بعض. وبعد كده اتخطبنا وبعد كده اتجوزنا. يعني انت موضوع التعليم بالنسبه لك ده جه فايده ان انت ما كنتش تروح المدرسه. عشان يقلوك بمدرسه ثانيه عشان تشوف. هو اللي شدها فيا حاجه غريبه، اللي شدها انه حسن قالت له ده شريف سلامه ده اللي انا شفته معايا في الاكاديميه وكده في قسم تمثيل. قال لها طب خلي بالك منه، ما تتكلميش معاه، انا بفضحك حسن. ايوه. عشان ده بتاع بنات وصايع عايز يطفشك طبعا. هو مش عاوزها يلاقيها معجبه ولا حاجه. انا برضه نقول لينا ولا علينا. خلاص يا حسن بقى، خلاص يا حسن. موضوع خلص يا حسن من زمان. قال لها ما تجيش دعوه بيه. فهي اللي شدها ان هي اكتشفت ان انا مش كده خالص. ان انا عقلي اكبر من سني ومش بتاع بنات. وما كنتش فعلا كده؟ لا ما كنتش فعلا كده والله خالص. على فكره داليا اول واحده عرفتها في حياتي. فعلا؟ والله. بجد. طب ليه حسن عمل كده؟ هو بيغير علاقته بقى. أيوة. مش يعني شايفها مشدوده ولا حاجه، فقال لها مالكيش دعوه بيه ده ولد. قال لي اضرب مفك بقى في الموضوع ده كله. الليله دي فهو ده بالعمل العكس، عمل رد فعل عكسي ان هي اتشدت بقت تشوف ايه ده مش بتاع بنات خالص. ده محترم وعقله كبير وبتاع وكده. ف وهو اللي اعترف لك بعد كده ولا هي بقى؟ لا هي. ايه لقيت لك ده حسن كان بيقول لي كده. ايوه ايوه. هي داليا ما بتبلش فوقها فول، اي بتقول على طول. على طول. عاطف. ها؟ أيوة. عاطف نفسها. ايوه.